بسم الله، اهلا الفريزات ديالي، دايرين لاباس عليكم؟ بخير. برت عليكم الكويدات هاد 3 ايام هادي ولا 4 ايام. المهم غتسمحوا لي بزاف على التاخر ديالي، شحال هادي ما درت فيديو ليكم، وبزاف قالوا لي فين غبرتي. اعتذر للاسف، وقليل منكم اللي عارفها، ضربتني كورونا للاسف في الدقيقه 90. وراني وجدت لكم واحد فيديو ريفيو على كورونا، كيفاش كدوز كورونا. السيمانه الجايه ان شاء الله كنعتذر. على فكره اخر مره غادي نصور في هذا الديكور كان وجد لكم ديكور اخر قريبا. قبل ما انسى كنتمنى لكم سنه سعيده ان شاء الله بكل ما تمنيتو يا رب، ويا رب تحققوا في هذه السنه كاع اللي كتمناوه، وان شاء الله ترفع علينا هذا الوباء. المهم هذه الحلقه نتكلموا ثاني على القربله ديال البرلمان. ما فهمتش انا كيفاش ناضوا دقه وحده. انا كنعرف البرلمانيين كيعطوها غير للناس، ما فهمتش. دونك نفتتحوا بهم هذه السنه الجديده. سي مخرج، سير على الله، سير نحرشوا على البرلمان عاوتاني. مصيبة كحلة هادي، حتى تقلنا البرلمان ديالنا ضربها بنعسة. المهم نوضو القربلات عاود تاني. بداو داك النائب اللي كان كيتهجى في الحلقة اللي فات، صافي مشى حفظ دروسو وجا موجد، شاف راسو دار الشهاجة حافظ. تعاني مدينة المحمدية منذ مدة طويلة من إشكالية التلوث الناتج عن استعمال الفحم بالمحطة الحرارية للمدينة، وقد نتج عن هذا الوضع البيئي الخطير انعكاسات سلبية على صحة الساكنة بشكل عام. كما أن مقذوفات هذه المحطة الحرارية بعرض البحر مباشرة انسجاما مع محاور برنامج الحكومة ومقتضيات القانون المالي. شكرا سيدي. تفضل سيدي الوزير. هاد السرعة تبدل الدري ولا تيهضر هاد الهضرة زوينة بحكم. والله اخويا نحلف عليك، إلا بديتي كتحفظ بديتي كتوجد دروسك، ولا واقيلا مشيتي كتزيد في السوايع. لا وكيصفقوا عليه، كيصفقوا عليه زعما برافو. برافو، كيرفعوا لي في المعنويات، كيصفقوا علي لحقاش كمل جمله مفيده. تبارك الله عليك، انجاز عظيم. القانون المالي. شكرا سيدي. تفضل سيدي الوزير. تبارك الله عليك سي هشام، حسن جدا. مفعول ديال السوي. وطبيعه الحال العام اللي كيجي كيلقانا واحلين مع نفس المشكل. المشكل ديال التعليم، كلشي عارف بلا راه الساروت ديال هاد البلاد، الساروت ديال التطور ديال هاد البلاد هو التعليم، وحتى واحد ما بغى يلقى ليه حل، ما فهمتش انا. شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير، اهتمام الحكومة بإصلاح منظومة التربية والتكوين على المدى المتوسط والمدى البعيد، وسمحوا لي يا سيد الوزير نقول لك بأن جوابكم حول الأقسام المشتركة اللي كان عبارة عن إحصائيات وأرقام، ونشوفوا حالة هذه الأقسام السيد الوزير اللي سبق قلت عليها بأنه لا تصلح حتى لتربية الأرانب. أنا عندي في شيشة السيد الوزير اليوم أكثر من 40% ديال الأقسام في العالم القروي ما فيهاش لي تواليت، ما فيهاش الماء والضوء، وما فيهاش السور. الحمد لله، اللهم نعم الشكر للعلم. ايه قال لي الاقسام لا تصلح حتى لتربيه الارانب. ايه هاد الهضره من السبعينات وهي كتعاود، ما بغاش تسالي، وحتى واحد ما بغى يلقى حل لهاد المشكل. لا راه بصح ني دوك الاقسام كون عربيتو فيهم الارانب، ربيو فيهم البقر، ربيو فيهم الغنم، ردوهم كوريات نتنفعوا منهم بعدا. والمهم هو ان القبه الموقره سخونه كونفورتابل، الكراسه زويونين. المهم ان القبه الموقره مصلوحه مزيان، ونعالج الدبو شي تعليم. اشوف بعدا اشتد المهاجري ولا مؤخرا كيبان بزاف، ها واقيلا كيوجدوا فيه اللي يحتاجوه شي نهار. لا واحد القضيه نتقربله على قال لي التصويت داروا فيه التزوير وداكشي ولا عين باين، وناض واحد النائب نوض لهم قرباله. اذا 64 المعارضون، 210 الممتنعون، لا احد. تفضل انت نقطه نظام السيد الرئيس في العدد اللي كيصوت بنعم ما موجودش في القاعه، 210 ما كاينش. كاينينش احسب كاينش 210. عاود الحساب، ندقوا الحساب. انت واخد الضوء ديالك تلبس ليا بحال شويه ماشي والو. واسي النائب دير بحال راه ما كاين والو، دير عين ميكا، مالك في هذه الفرشه، مالك في هذه الفرشه. لا والرئيس غير قال لي راه كاين زوير، بدا كيدور في عينيه. كيفاش كاين زوير؟ شحال واحد خرج، شحال واحد دخل؟ لا نشوف. عاود الحساب، عاود شوف. لا راه شي كيدخل وشي كيخرج. عاود الحساب، عاود الحساب. ولكن إذا كنا كنشوفوا واحد العملية ديال التزوير أمام عينين أعيننا، أنه أيه هذا التزوير، أنه كاين 199 وسجلتوا 210. سجل خليني نهضر، ما تقاطعونيش، ما تقاطعنيش، ما شغلكش، ما شغلكش.
ماشي شغلك ماشي. لا لا ضريب ضريب ضريب. دخل انت فين خالد؟ دخل وادخل. شو خوتك ينعسي لي شوف واش غتبقاو داخلين خارجين عليا. يلا جلسوا باش ندقوا الحساب. ديروا لي بلاصه ديروا لي بلاصه. المهم لا واحد الوزيره في اول مدخله ليها في البرلمان ما عرفات باش تبلعت ولا تلفا غير مع جنابها. سيدات واستاذ النواب المحترمين، في البدايه اود ان اشكر السيد ما شفتش هذا الفريق الاشتراكي الحركي. اذا السؤال ديال السيدة الرئيسة المحترمة، السيدات والسادة النواب المحترمين، هناك جوج الأسئلة عندهم علاقة دي مالا عاوتاني تيري تيري لو ملكراطة كيكركر المدبوحة كتضحك على المسلوخة. على فكرة لالا عواطف الوزيرة عينات راجلها مستشار ديالها في الديوان ديال الوزارة، ما سخاتش بيه مسكين تخليه في الدار خصو يبقى ديما حداها. ولالا عواطف كون جبتي راجلك معاك يعاونك بعدا يجمع لك هذوك الوراق ماشي خدمه هادي. ها واحد القضيه كنسولها فيما كنحل شي فيديو ديال جلسات ديال البرلمان كنلقى غير وهبي اللي في الفيديوهات. واش الحكومه كلها فيها غير وهبي؟ ما يمكنش. فيما ندخل شي جلسات ديال البرلمان كنلقى وهبي كيتعاطى مع البرلمانيين. يلا هل نحن جئنا كحكومه جديده لننفذ سياسه واختيارات الحكومه السابقه؟ انا جاي من الحداثه، انتم جايين من المحافظه، انا جايين من المستقبل، انتم جايين من الماضي. هل يعني ان هذه الحكومه عليها ان تشتغل لدى الحكومه السابقه؟ كاين اللي دوز 10 سنين، كاين اللي دوز 40 سنه في الحكومه. قولوا لنا اش درتوا؟ هذا السؤال خصكم تقولوا لنفسكم اش درتوا 5 سنين في 5 سنين 10 سنين. ماشي اش درنا حنا، اما حنا غنديروا وانتظرونا حنا جايين وغاتشوف اش غنديروا. لا هذا فوق الشرعه. ما تكذب. ان شاء الله. انا بالي واقيلا الحكومه كياكلوا الثومه بالفم ديال السي وهبي. كشي علاش حاطين وصل. أو نزيدكم بن كيران عاوتاني رجع باش يسخن البطولة ودار واحد التصريح تاني كرشا كلشي وزراء وبرلمانيين وكلشي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من بعد هاد نسميوها الهزيمة نسميوها كارثة شنو بغيتي نسميوها ما عرفتش شنو نسميوها يعني من بعد هاد تقرديعه كتشوفوا واحد الحزب اللي الناس بزاف تيقارنونا به فينوصل تأصبح هنالك بلطجي يفعل به ما يشاء ويبهدله ويمسح به الارض ويتسول منصبا وزاريا ولا يجده. في الوقت اللي كان جا عندي وكنت باغي نعطيه ثلاثه ديال 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 المناصب الوزاريه ثلاثه ومشى وغدرني غدار هذاك غدار. دابا قول لي شنو باغي ندير. انا راني ماشي ميسي وماشي في بالي كيفاش غندير فرط 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 ونعاود ما نعرف نطلع هذا الحزب ما نعرف شنو. انا راني ماشي ميسي. شنو هذا؟ الموقع ديال الحزب اللي كتجيو كتشوفوه راه ما تيسكتوش، تيهضروا على التقاشر وتيهضروا على شنو اخر على هذاك اللي ما كيعرفش العربيه شنو اخر تيهضروا على فهمتيني ولا لا كيهضروا على قالوا لي شي مره اخرى رجع عاوتاني تكلم احسن بطريقه احسن شنو اخر ايوا اذا مزيان هذا الشيء ماشي خايب. انا جاني مزيان داك الشيء بكل صراحه جاني باللي كاع ملي بذل مجهود باش يتعلم العربيه راه مزيان. القانون المالي شكرا سيدي فهمتيني ولا لا. نكونوا واضحين رحنا الاخوان فشلنا رحنا دقدقنا رحنا طحنا من 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 17 ايطاج ولا اكثر حيت 17 ايطاج هي اللي كانت شحال هذه قديمه في المغرب كاع دابا واقيلا فاتوا 17 ايطاج الراجح فاتوها فهمتيني وهذيك باقي ما يلوحوناش منها حتى المره الجايه حتى المره الجايه رحنا الاخوان دقدقنا تقول لي عارض اش غنعارض بعدا خصني نعرف اش غنعارض ما نعرف هاد الحكومه باقي ما بانليش ما نعارض اللهم الا بغيتي انت نهضر على التقاشر على داكشي راه باين عارضه ديالنا ماشي هو التقاشر لا كيظهر لي حان الوقت
باش تغادرنا الى مثواك الاخير. ايه انا بالي البطوله غاديه وكتزهى، هذه غير البدايه. صافي مني بن كيران رجع للبطوله، البطوله غادي تسخن. بن كيران يا دوله، بن كيران يستمر ويتمدد. انا بالي 2022 البطوله غتكون زاهيه. هاد الحكومه باقي ما بليش من عرض. ما بغيتي انت نهضر على التكاسر على داكشي. لا ينطقوا غير هكاك زعما زعما كاين اللي كيقول لك ابو هالي. لا لا ابو هالي سرق الحجر. لا 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 لا. كيران يعرف ما يريد. بن كيران حينما ينطق بكلمه يعرف اين تتجه حتى في النظرات ديالو. او كما قلت لكم في الحلقه اللي فاتت، قلت لكم احسن خدمه في العالم هي تبرلمانيت. والو تبرلمانيت خدمه سهله، كتجيب الانشاء ديالك، كل كتب عليك الله اعلم، قرا على الساده النواب المحترمين، كيصفقوا عليك، كترجع تضربها بالنعزه، وانت مخلص الزباب ديال الفلوس في الاخر الشهر. السيد الوزير المحترم، تفاديا لتفشي المتحور الجديد لفيروس كورونا اوميكرون. شنو هي؟ عاودي جديد لفيروس كورونا اوميكرون. كفى عليك بنيتي، الدنيا قاريه بزاف، راسك عامره بنيتي. وباش نحافظوا على المكاسب اللي راكمها المغرب في محاربه الجائحه، وايضا لحمايه صحه المواطنين، تم اتخاذ قرار اغلاق الاجواء الجويه الى غايه 31 مارس 2022، وتعليق كافة الرحلات من وإلى التراب المملكة. هذه لغة واعرة هذه. باش كيقول لك الأستاذ طلع صبورة قرا البحث اللي درتي. وماكرون الله يخليكم، وماكرون دابا ماشي حشومة عليك أختي سكينة، ماشي حشومة عليك، غتجبدي لنا الصداع مع فرنسا، عاد تصالحنا معاهم، ولكن أي حاجة قالها الزين كاينة. خذي راحتك أختي سكينة، خذي راحتك، أي حاجة قلتيها كاينة، أنا متفق معك. جديد لفيروس كورونا أوميكرون. تفشي تفشي أختي تفشي. صافي قالت لكم المرض سميتو أوميكرون. اسميتو اوماكرون صافي. ولكن صبر اختي سكينه، اوماكرون دوزناها، الاجواء الجويه تا هي دوزناها، نظره الوازين تا هي دوزناها، ولكن الاغلاق حتى 31 مارس اش هو كتقول هادي؟ تم اتخاذ قرار اغلاق الاجواء الجويه الى غايه 31 مارس 2022. يا ضنايا. شوف هزين صافي نسدو بابا حتى 31 مارس، ما فيه حتى مشكل، ما تبقاي غير على خاطرك الزين. ما تلوموهاش مسكينه، ما تلوموهاش، راه مسكينه باقا صغيره عاد كتعلم وعاد دايره الفيلر، ضروري فمها يغلط. قررت السلطات المغربيه تحبس كل الرحلات الاستثنائيه واللي كانت كتعاون الناس العالقين باش يدخلوا ابتداء من 23 دجنبر 2021. ويلي ويلي سيري بغيت لك ستر. على فكره راه بابا هذا هو برلماني، بنت باباها ضروري تغلط، ما ماشي مشكل، دوز عاد دوز عاد دوز. خذ راحتك الزين. كنسالكم السيد الوزير عن الاجراءات المتخذه لارجاعهم لارض الوطن بالتنسيق مع السفارات المغربيه والقنصليات بالخارج، والله يخليكم، نريد منكم تنوير الراي العام بكل الاجراءات والمعطيات المتعلقه بهذا الجانب، وشكرا. سيدي ما قلتي عيب كلامك ولك. دابا سكينه علاش هاد العجلات البخار وكتقراي من الورقه وكتهجاي؟ علاش هادشي؟ علاش؟ والو السؤال بسيط، سي الوزير اشنو درتي باش ترجع المغاربه العالقين برا؟ سي الوزير اشنو درتي باش ترجع المغاربه اللي عالقين برا؟ That's it. أنا الحموش نائبة برلمانية عن حزب الحركة الشعبية، جينا اليوم في إطار دورة تكوينية لفائدة البرلمانيين والبرلمانيات الجدد لحزب الحركة الشعبية. كاينة الحموش نائبة برلمانية عن جهة الرباط على القنيطرة، جينا اليوم باش نديو الواجب ديالنا باش نصوتوا على رئيس المجلس النواب. بكوني في فريق الحركة الشعبية غادي نمارسوا المعارضة بشكل قوي. تبارك الله تبارك الله تبارك الله. هي على فكرة هذا جيل جديد، هذا جيل جديد ديال البرلمانيات، شو هذاك الجيل القديم، شو هذوك البرلمانيات القدامة، هذا جيل جديد. كما احنا ظهروا عندنا المريولين والجيل ديال تيك توك، في البرلمان حتى هو ظهروا جيل جديد ديال البرلمانيات، البرلمانيات ديال البوتوكس والفيلر والتكساس. المهم الدراري اناشدكم، الانتخابات جايه نصوتوا على شي وحده في هذه البرلمانيات، نصوتوا على هذا الزين يكون في رئاسه الحكومه، علاش لا؟ ما طالعه ما طالعه، الله ما نلحوا عينا.
حنا كنا دائما كنقولوا راه الناس اللي بغاو يمدونا خصهم يكونوا قارين، خصهم يكونوا مؤدبين، يكونوا كيخلصوا الضرائب، يكونوا يعني ناس نزهاء، راه هادو هما اللي غادي. اذا اللي بغى يترشح نقلبوا عليه. البرلمان عمرناه بالاميين والناس اللي ما عندهم حتى شي كفاءه، وغادي نضروا لنا في القوانين. اما باش تقول لي الكفاءه واحد قاب ديبلوم، لو ديبلوم نو في با لوم، الدبلوم ماشي هو كل شيء، الدبلوم مزيان ولكن مع هاد القرايه اللي ولات دابا تفلست، كاين اللي حامل ديبلوم حامش اخلاق لا يصلحوا لشيء، خصوصا لا يصلحوا للسياسه. واحد العدد ديال العائلات مغربيه حنا ما لا نكن حقدا لاحد، استفدوا وما شبعوش، ها هما في لاسيرونس، ها هما في الماء، ها هما في النعمه، ها هما في الابناك، ها هما في هذه، ما يمكنش. اذا ما كاينش التوزيع العادل للثروه، هذا هو الاصلاح. الاصلاح هو هذا، ما يمكنش واحد المجموعه تحتكروا الاموال ومن بعد نجيبوها دير السياسه ديال كاينه الكذبه الابريل، هذه كذبه شوتنبير ديال الكفاءات، ما كاين الكفاءات لا مريبين. شوف العيالات كي دايره، شوف شوف. المهم خوتي ما تدوش على هاد البرلمانيين وهاد البرلمانيات، خليهم خليهم يتعلموا، خليهم يتعلموا الحسنه في راس الهتامه. يلا اصدقائي شكرا بزاف، هذه كانت اخر حلقه، يلا تبارك الله عليكم. شكرا. هالي هلك البلاد، ها كل شيء كيموت على الكرسي في المغرب، واحد خينا راه كيديه مع الدار، خايفين يضرب لك واحد اخر.